استخدم العجينة اللي هي ستون كلي، تنشف بالهواء، ما تحتاج فرن. استخدمها مع قوالب السيليكون، كل ما كان القالب لين وفليكسبل كل ما كان اسهل نطلع العجينة منه. طبعا القوالب فيها انواع، يعني هذه وايد لينة حلوة صراحة، هذه شوية اسمك بس اوكي، وهذه شوية يعني تحسونها شوي اي بس، فتكون في صعوبة في استخراج بعض القطع منها. طبعا في اويل خاص حق السيليكون ممكن تحطونه عشان العجينة ما تلصق في القالب، وفي ناس يستخدمون البيبي اويل، بس انا صراحة احب استخدم الباودر العادي مال الاطفال. بعدين اخذ العجينة وادخلها في الشكل واضغط عليها عشان تاخذ الشكل عدل، بعدين اشيل الزايد منها. وبعدين بس اضغط عليها بهالطريقة من طرف واحد وتطلع.